بسم الله الرحمن الرحيم، كيفكم اصحابي؟ معاكم مطبخ دهب. ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة وفي احسن حال ان شاء الله. يا ريت لو كنتوا اول مرة تشوفوا القناة اضغطوا على الزر الاحمر وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد بنسويه، واي اراء واي كومنتات اصحابي هننتظرها تحت الفيديو. مثل ما انتم شايفين من عنوان الفيديو، في ناس كتير للاسف يعني تريد تسوي حلويات المولد، وبالذات كمان المغتربين خارج مصر، وبالتالي ما فيش عسل الجلوكوز اللي هو عامل اساسي في حلويات ونجاح حلويات المولد. طيب في بديل؟ انا نزلت طبعا مربى جوز الهند، استخدمت بديل الجلوكوز اللي هو مثل ما انتم شايفين الكورن سيروب. هذا منتج امريكي بشتريه من اللولو، وبرضه في نفس الوقت مش متوفر طول الوقت. يعني انا يمكن بقالهم سنه تقريبا ما كانوا بينزلوه، ولسه منزلينه من يومين او 3 ايام فقط، يعني من اسبوع تقريبا لما رحت اخر مره اتسوقت يوم الخميس الماضي. فبالتالي الكورن سيرب كمان مش متوفر كتير في السوبر ماركت وانا عارفه، فبالتالي انا حتى لما بحصله بشتري 5 6 بوتل وبخليها، لان مده صلاحيته بتبقى 3 سنين او سنتين تقريبا، فبيقعد معاكي فتره طويله. طيب انا بقى ما عنديش عسل الكلوكوز، وكمان ما حصلتش البديل اللي هو الكورن سيرب اللي بينفع بدل عسل الكلوكوز. هندي بديل هتحطيه هتضيفيه، بس خلينا واقعيين، الحلويات المولد اللي هتسويها بعسل الكلوكوز او البديل اللي هو الكورن سيرب هتعيش معاكي فتره، يعني ممكن تقعد معاكي شهر وشهرين ما يجرالهاش اي حاجه. ليه؟ لانه هو ده اللي هيمنع تسكير السكر، مش هيدوب السكر معاكي في الحراره، او مش هتلعبك، يعني هتلاقيها ملزقه زي ما بنقول يعني. اوكي طيب البديل النهارده هو ملح الليمون. ملح الليمون، طيب ملح الليمون هستخدمه ازاي؟ هناخد يعني 8 معلقه صغيره من المعالق المعياريه على المقدار اللي هنديه في الحلويات الجايه اللي هنسويها. يعني انا هعمل مقدارات صغيره بحيث الواحد عايز يجرب، ما مش لازم يعمل كميه كبيره، عايز يجرب في كميه صغيره. فان شاء الله انتظروا، احتمال هنزل بالليل فيديو ان شاء الله عن حلويات المولد التاني، او بكره ان شاء الله مش عارفه. فبالتالي هتحطي على السيرب والعسل 8 معلقه صغيره من ملح الليمون، هيمنع تسكير العسل، بس الحلويات هذه مش هتقعد معاكي اكتر من اسبوع، يعني يمكن اقل من اسبوع 3 او 4 ايام، وبعدين هتبداي تلاقيها هتلزق هتلعبك، لان السكر هيبدا برضو شويه شويه هيدوب. فهو حل سريع للحلويات سريعه اذا كنت هتعمليها وتتاكل في خلال يومين 3 بس، لكن مش هتعيش معاكي اكتر من كده. فبالتالي لما تعملي حلويات بالبديل انك تحطي ملح الليمون، مش هتحطيها اكتر من 2 3 ايام يعني، فتعملي كميه صغيره. وان شاء الله انتظروا الحلقات بتاعه تكمله حلويات المولد، وهقول على الكميات على المقدار اللي انا مسوياه ملح الليمون، وان شاء الله ينجح معاكم بالنسبه للناس اللي ما عندهاش عسل كلوكوز او كورن سيرب. يا رب الفيديو كان مفيد، ما تنسوناش الشير واللايك للفيديو. كان معاكم مطبخ دهب، واشوفكم فيديو جاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.